هذا وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك سيعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين، وستكون العواقب مدمرة لنحو 1,400,000 فلسطيني. وشددت الأونروا على أنها ستحافظ على وجودها في رفح الفلسطينية لأطول فترة ممكنة، وستواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس.